هناك عدة قضايا ألاحظها ينبغي لفت النظر إليها والتفكير بها. القضية الأولى هي تسامح إخواننا السلفيين بعضهم مع بعض، ولا أقول بعضهم مع الآخرين، فلهذا كلام آخر، وإنما أعني تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم بعض في قيامهم بعضهم لبعض. أما أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة، ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه ما يدل على الموضوع. ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالجالس وقسم يتعلق بالداخل. أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية يتم، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. ومن الأمور البديهية جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام. فلو كان هذا القيام الذي يعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبرائهم ومشايخهم وغيرهم وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الأمر ليس كذلك بدليل حديث أنس السابق كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهية لذلك. فلو كان القيام وسيلة إكرام شرعا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه، فكرهة الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على كراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها. أيضا ترك هذا القيام، ولا أزال ألفت النظر من بحث بعضنا مع بعض داخل تحت عموم قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام
نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراهم لا يقومون له، فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما، والجالس مهما كان مقدرا للعظيم، فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يقوم للداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحض الناس على البقاء دون القيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم، حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر، فينصب عليه هذا الحديث بهذا الغيب الشديد، والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث طويل، ولا أدري إذا كان مفيدا من القرى وثمانه لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف ما يسمى بالكرباج عندنا في سوريا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بطر الناس، وفي رواية غمط الناس. قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة والمعنى واحد. السلام عليكم وبركاته. الكبر أهلا بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل، ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوموا له، وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام: الكبر بطر الحق. وهذا المعنى الثاني المتعلق بالداخل
الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما في حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم. ذلك الحديث الذي يرويه الإمام عليكم السلام ورحمة وبركاته أهلا فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عضده، ولما حضر الصلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا. لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام إن كنتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظر في هذا الحديث في نقطتين منه، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة فرارا منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى وزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه، مع ملاحظة الفرق البعيد جدا 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 بين الرسول عليه السلام وصحابته من جهة وبين كسرى وأهل المجلس من جهة أخرى. ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس فرارا ثم جلوس في الصلاة ليس خارج الصلاة أي بين الله عز وجل، والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله وقوموا لله قانتين. أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما عظيما له، فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا. مع ذلك قال لهم كدتم يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما يفعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. ولا شك أنه عليه السلام يعني كلام عدل موزون دقيق، ما قال فعلتم كما يفعل عظماء
كسرى أو فارس من عظمائها، لأنه في فرق كبير. لكن مع ذلك فيه إشعار ناعم ولطيف جدا أن هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعدوا عنها، حتى ما يكون في مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين الطائفتين. لذلك قال لهم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. النظرة الأولى هي هذه. النظرة الأخرى أو النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذورا، كي لا تظهر المشابهة الصورية الشكلية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف آل الإمام لعبادة الله، حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين عظماء بين رجال الحابس في تعظيمهم لعظمائها. إذا وضح هذا وذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم، حتى كثير من المشايخ، أنه إذا دخل الشيخ مثلا، ما نقول الأمير ولا نقول وزير، لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت ابتداء كلمتي هذه، أن السلفيين مع بعضهم البعض، فعلى الأقل السلفيون يجب أن يحيوا السنن دائما وأبدا على الأقل مع بعضهم البعض. بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة. أما دخل مثلا أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال لتقييم السنة، حتى لو أفهم السنة قد لا يبالي بها إطلاقا، فهنا نقول ولسان حاله يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ما بعض من البعض فهذا ما ينبغي أبدا، لأن هذه ظاهرة وثنية، دل على ذلك الحديث السابق: إن كنتم لتفعلن آنفا فعل ذلك بعظمائها. على أن هناك حديث في سند ضعف، وإن كان وجدت له ما يشهد له، وهو قول عن السلام: لا تقوموا كما تقوم العاجم يعظم بعضهم بعضا. بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم العاجم، والعاجم يقومون كما جاء في حديث جابر، يقفون هكذا في مدة طويلة وطويلة والملك جالس. نقول: هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم، أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس، هذا يفعله العظماء مع أعظمهم. لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله الأعاجم كما هو مشاهد اليوم. ولذلك فالتشبه حاصل في كل من الصورتين. هذا ما يتعلق بالقيام للداخل. المسألة الثانية: القيام من المجلس بالداخل يجلس فيه، هذه مسألة أخرى. وفي حديث البخاري ومسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالآن يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع، فيقول مثلا مخالف له ليجلس في مجلسه، هذا خلاف الحديث.
لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسح وتوسع. فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله، المجلس عبارة عن عديد من الورق بالنسبة لبلادنا، فما في حاجة للتوسعة لأنه واسع. وإذا افترض صار في ضغط وزحمة حينئذ يتوسع، هاي هنا في مجال المجلس. ولا يقوم الرجل من مجلسه للداخل يجلس فيه. راوي هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحدث بهذا الحديث إذا دخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا ويأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان. هذه مسألة أيضا يجب أن نتنبه لها. لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد واضح وهو إكرام الداخل، لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع. فالذي قال مثلا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هو الذي قال لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه، وهو الذي كان يكره أن يقام له تعظيما وإكراما. فينبغي أن نلاحظ هذه المسألة الأولى والثانية. وهناك مسألة ثالثة وما أكثر المسائل.